إذن متابعو ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر هنا من مدينة أسفي. نقول لكم أسعد الله يومكم. نعتذر عن قطاع البث الأول بسبب مشكل بالإنترنت، صبيب الإنترنت. إذن محمد، القصة ديال محمد اللي غنسمعو التفاصيل، أحمد عفوا، اللي غنسمعو التفاصيل ديالها كاملين. 71 سنة كيلقى راسو في نهاية المطاف، ويساعد واحد الأسرة ديال واحد الصديق ديالو اللي توفى، كيلقى راسو في نهاية المطاف ضرب الحبس، مشى ليه رزقو ديك كامولة من وراه. اليوم هو مهدد بالتسرب بعدما تم الحج على جميع الممتلكات ديالو. سي أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي أحمد، نبدا معاك بداية القصة من الأول. أنت عندك 71 سنة، كنت موظف واحد من الشركات الكبرى، أنا درت لك واحد التعريف، ولكن سي أحمد إلا بغيتي تعرفنا منين أنت بدا عندك هذا المشكل اللي كتواجهه اليوم واللي كتعاني فيه اليوم. هذا المشكل عندي تقريبا بدا في 2008، حيث انه ازرت هاد العائله باش ياخذوا حقهم في واحد المساله ديال هاد المشكل كان بيني وبين العائله ديال راجل السيده، وخدات خداو عليه تعويض، خداو تعويض بفضلي انا اللي كنت كنجري في المسائل هادي، حيث انه مشروع عندي انا كصديق ديال العائله، صديق ديال العائله. وفي سنة 2009 تعرض علي شراء ربع المركب لهذا المشكل، واقتنيته فعلا بعد ما بعت واحد الدار كانت في طور انجاز عندي في النواحي ديال اسفي. وفي شهر 12 عطوني وكالة ديال التسيير، تسيير اداري ماشي تسيير فعلي ديال المسائل اللي هو كان، ودخلت راجل هذا السيدة هو اللي كان كيسير فعلي، هو اللي كان ما يسمى بالمقابيل، هي اللي كانت دايره مقابيل. وانا الوقت اللي عطاوني الوكاله اضطريت نجدد معاه الوكاله من جديد، وهبط المركب باتفاق بيناتنا، هبطنا المركب يصطاد في جنوب في المياه الجنوبيه. ومن بعد ثلاث سنين، من بعد ثلاث سنين على شراء المركب، على اقتناء المركب، تزاد بنا ما دعوني الناس وكتبوا شكايات ضدي من المدير العام ديال اسفي، المحكمة الابتدائية ديال اسفي، تعمل بهذه المالية خنت الأمانة، وتصرفوا بشي وثائق، وقدموا شكاية بدون أي وثيقة تثبت، بدون أي وثيقة تثبت، كنقولها ونعاودها، بدون أي وثيقة تثبت، وحتى من الشهود اللي جابوا، واحد في راجلها، واحد خالف راجلها، واحد رئيس كان عندنا في المركب، وكيشهد هاد الشرطة القضائية أنني تركت من العمل، وخدمت المهم تركت من العمل، وكانت هي كلها وحدة في صندوق المصروف. دزات النيابة العامة بغيت تسمح ليا، واخا مديتهم بوثائق، وشركات كتبت لي السيدة كتاخد فلوس، قالت لهم يا ما عرفت الخبر اللي عطيتهم الفلوس. ثبت النيابة العامة بأنها كانت كتاخد فلوس، ما تصنتوش ليا، فهوني السيد قاد التحقيق، قاد التحقيق توا نفس الشيء، ما دار ليا حتى شي حاجة، لا مواجهة مع الشهود، لا خبرة، اكتفى بأمر سجني، خمسة أشهر ولا في السجن، المدينة ديال السجن، والمحكمة اللي في الرئاسة واللي ما كان ديجا في الرئاسة، الرئاسة داروا حكم تمهيدي، قالوا فيه بأنه ما عندهم حتى شي وثيقة باش الثلاث باش يديروا لي، طبعا هذا يكون الحكم التمهيدي، وأمروا باش دار خبرة، يعني حتى شدوني، يعني كنقلبوا باش يثبتوا عليا إدانة، اللي داروا خبرة، الخبرة سيدي ملي دار الذات، أنا ما حضرتش ما عيطش الخبير، لأن أنا كنت في السجن، ما حضرتش منين كنت في السجن. وكتب في التقرير ديالو بان هو صيفط ليا وما جيتش، وهو انت في الحبس، في الحبس، انا في الحبس، انا في السجن، هو قال لهم بان راه صيفط ليا وما جاش، والمحامي ديالي توصل بالسيده في الظرف،
والتفكيح من التاريخ ديال نهار ديال الزلزال في الدار البيضاء ماشي بس ومن رجعت زاد الكبيرة جات غير كانت فيها أغلاط حتى من الطرف ديال المشتكية الدفاع ديال المشتكية قالوا بأنه ما كان فيها أخطاء والمهم عاود ثاني طلبوا دار القاضي باش عاود دار الكبيرة وحكم عليا بخمسة أشهر باش نخرج نافذة هذاك الشيء دوز بمقادة والحكم التمهيدي كيجي كيقول لي انا ما ندير والو ما عندهمش باش يكبتوا قلنا لي انا ندير شي حاجه ومع ذلك حكموا لي بخمسة أشهر ما عرفتش ومني مشيت ديت الوثائق ديالي لعند السيد خليل اكتفى بإرسال صورة من المحضر الأول وزاد فيه بأنه كان لي أنا ندير هاد الوثائق نعطيها للمحاسب والمحاسب حضر في الجلسة وكان اليوم قلنا لي أنا راه ما كنحسبش بين المالكين كنحسب بين المالكين والبحارة ماشي بين المالكين بيناتهم يعني احنا راه كافيين بشغلنا ومقادين شغلنا ومطبقين عليه لا يعقل باش تكون شراكة بين 30 شهر بين جوج أشخاص وما عمر شي واحد يعطي الآخر غير يعطي شي فلوس مدة 30 شهر ويسكت عليها والأمر اللي تعطى الخالي راه ما عطاهش باش يورينا شكون اللي غيدير الخبرة بل تعطاها باش يدير الخبرة بهذيك الكبرة الأولى وصيفتها والرئيس تاع الجلسة قال لك بأنها راه منتظمة وحكم عليا ب 110 مليون وزادني 55 ألف درهم قال لك كنخلص الخلصة الجاي وهو داك الشيء على حسابنا كاملين صدقت مخلصة كاملة وعاود وما حيد الشكا ديالها الشكا ديالها في سميتي عاود شدوني ثاني البوليس وعاود خلصتها من جديد يعني من 110 ديال الخابين وليت مخلص أكثر من 120 مليون وفلوسي ما شديتهاش وضع لي رزقي ومشى لي كل شيء وملي تسنى المحكمة الاستئناف محكمة الاستئناف في المحضر ديال الحكم وجا فيه قلنا هو وعن سؤال جابت لنا استفادت من مداخيل 2009 و2010 ولكن حتى واحد ما قال لها شحال حتى واحد ما قال لها واش الخبير حسب الفلوس ولا ما حسبهاش يعني اكتفى داكشي داز وصافي المهم انا راه داز اللي داز كيدوز عليا لدرجة أنه ما كنتش عارف راسي واش كنت حاكم مع محكمة ولا كنت حاكم مع شخص مع وبقى الملف كيمشي ويجي الرباط يمشي رجع من الرباط قد لهم الحكم وخديت البراءة وداروا ثاني هما يا النقد وجا ثاني تفقد الحكم ديالي بعلة أنه هو خص ما 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 تصنت شيء الشهود ولكن الشهود راه ما شهود زور اش غيتصنت لهم زور هو ما معروف شهود زور اش غيعاود يتصنت لهم يعترف لهم عاود يقول لهم اجي تصنت لهم هما راه شهود زور هذا وفي الغالب هي انك تقول لك راه الدوله يمين القانونيه ونفوا موجبات التجريم ومع ذلك تصنتوا لهم وقبلوهم المهم بنات المطاف باركو فين مشى؟ دوكا الباركو في الحج احتياطي حسب الفيديو داروا على الباركو داروا على السكن ديالي داروا على واحد المبلغ مالي الدولية المهم ملي جاني ملي خديت براءة طلبت باش يسترجع ليا الفلوس ديالي رجعوها ليا دزو عليها ورجعوها في داك يوم الاستئناف وردوا لها قالوا لها السند القانوني اللي كان عندك حي الشرطة خاصك تردي لي الفلوس ملي طلبت باش يحيدوا ليا الحج تحفظوا ليها الدار ما قبلوش طلبت باش يردوا ليا فلوسي يحيدوا يدخلوا البيع ويرجع الحالة على ما كانت عليك ما يخص الحكم فمبسوطو فيا وبقاو كيتوجو فيا 30 جلسة لدرجة أنا مبقيت كنسير في الجلسات بحجة أنه هو انتظار مع النقد وأنا اللي جبت ليهم النقد جبتو ليهم بيدي ما قدروش يأمروا البيع باش يوقف وهما ملي داروا النقد طالبوا باش يديروا النقد ضد الحكم ديال البراءة ديالي قال لك تسنى سيدي ما مقدرش نحكمو حنا حتى يردوا لكم هذا حتى يرد علينا الباركو من 800 مليون ل 400 تولى في بدايه الخبره ب 180 مليون في العلم قبيله قلتي غير الرخصه ديال الصيد كتسوى 220 مليون كيف يوقع؟ الرخصه في واحد الوقت ما كانت توجد الرخص الرخصه في واحد الوقت كانت اذا كانت عندك رخصه في العام رخصه مقابل وزاره الصيد البحري اذا كانت عندك موقع بتتبيع غير الرخصه بوحدها ورقه بتبيعها كان في واحد الوقت يصرف 200 مليون وفوق وفلوس ودركا ما كايناش ما بقاتش كاع بزاف ما بقاتش هما قالوا بان 800 مليون قلنا لي انا كليت لهم 800 مليون اللي روج الباركو 800 مليون
خبرة من اللي دارت وقالك بأنه ما عندهم وثائق، قالك اتصلوا بالمكاتب الوطنية بالصيف البحري مدتهم بوثائق تثبت بأن الباركو صيد 800 ديال الدرهم، ومن اللي وصلت الخبرة في المخابير ودار جرد ديال هاد الوثائق وقال الله ما وصلتش 470 ديال، يعني بما فيها المصاريف ديال المركب الصافيه والمصاريف ديال البحريه اش كيديه وكذا المسائل. دونك الخبره ملي دار الخبير، الخبير اللي تعطاتو التلفون ماشي خبير مختص، لانه ما كيفرقش بين الخبره بين المصاريف العامه والمصاريف الخاصه. دونك هو اكتفى بطرح مبالغ ديال المصاريف العامه من المداخيل وقبض يقسم، وهي راه ملي غتقسم وتحيد لابار حق ديال المالكين خاصك تحيد منه المصاريف الخاصة، وفي المصاريف الخاصة كتعاود تاني باب واش شي طرف من الأطراف ديال الشركة خدا شي حاجة ولا مخداش خاصك تحيد ديالها. هما دركا ما حيدو حتى شي ديالو، ما حسبش التأمين بقى الكسولانية، الضريبة بقى الكسولانية، مصاريف ديال الصيانة اللي مشات حتى 400 مليون حتى 44 مليون وتلاتين بقى الكسولانية، والشاكات اللي صرفت السيدة بما فيهم شاك سير كيفية فيه 600 درهم خرجت به الطوموبيل كنتي باش خرجت الطوموبيل تا هو بقى مكتوب عليا، كلشي تكتب عليا، والشاكات 57000 درهم اللي بقات ديال الماجور في الصحراء اللي عاود تحسبت عليا، بقات هي الشاكات ديالها كتعاوني مالي الشركة وعاود خلصتها وديتها يعني يعني بحال تحسبت عليا شي حرام. كلمة أخيرة لك أستاذ. كلمة أخيرة أنا عييت شكايات كثيرة قالت الوزارة، وزارة الصيد اللي كان سيد وزارة في الوزارة من هذه الساعة، وأنا كنت في النيابة العامة تقليت في مراسم تقليت حتى واحد ما عطاني شي حاجة في الوجه الديني، أنا ما طالب حتى شي حاجة قلت شي واحد، أنا طالب غير شي واحد ينتبه بأن هو يقبل بأن هادشينا فيه خروقات كثيرة، خروقات كثيرة بزاف، وفي الدار وأنا ما كاينش، تشد في الحبس وما كاين حتى دليل، الشهود وجبت الجميع كلها نفوها غير على هذه، خاصهم يتشدوا في الحبس، غير على هذه، وثائقي داز على محكمة دولية خاص بشهود الزور، ما شفتش شي تطبيق فيها. هادو شهود الزور، شهود الزور. سي احمد كي دايره الحاله النفسيه ديالك وسط الافراد الاسره ديالك؟ ما نبغيهاش نمشي نسلم هاد الموقف اللي تحطيت فيه، ما نبغيش نمشي نسلم هاد الموقف اللي تحطيت فيه، لا انا خبيت تعيط على الدار، الدار في التالي شافوا مع التاثير اللي تاثر عليا، تاثروا عليا الدار، تاثروا عليا البلاد ماديا ومعنويا والحمد لله، ولكن انا طامع غادي تخرج سياد اللي غادي تفقد المشكل هذا، بقى لكم الدراري غادي تفقد هذا المشكل وتعطيه الوقت اللي خصو يتعطى. تفضل سي عبد الرحمن، بقى لكم الدراري خدامين. تفضل سي عبد الرحمن. شكرا اودي، شكرا سي طه. في الحقيقه قبل ديال هذه القضية ما كنشوفو ميلف أو قضية هي تشكوكية، بحيث هذا واحد المواطن اللي كان كيشتغل بالعقد الجديد ديالو، كيعتاد المؤخرات ديالو حاول يستثمر بها واحد المبلغ ديال السد ديالو، هذيك كانت خدمة شريك بالربع على حسب شوف من بعد تلقى الفوق أنه واحد الدوامة المشاكل اللي ضاعت فيها الحقوق ديالو كاملة، بحيث هذاك الواجب ديالو أو النصيب ديالو في ذاك المركب مشى كامل، وأكثر من ذلك مشات ليه أموال أخرى، إضافة إلى أن البيت ويعني العش ديال الزوجية وديال الأبناء حتى هو اليوم هو أصبح مهدد يعني لأنه دار عليه الإفلاس أو السجن كما تنقولوا. الحالة ديالو في الحقيقة هو قدم لنا طلب مؤازرة بناء على الوثائق اللي توصلنا وبناء على التصريحات ديالو وعلى المضمون ديال النيل ديالو، يظهر بأنه هذه القضية هذه فيها مجموعة من كما قلنا من النواقص، فيها مجموعة من الفروقات، فيها مجموعة من الأشياء يعني مما تمات سواء
اثناء يعني اجراء الخبره الى اخره الى اخره. الوثائق ديالو والمعطيات اللي كان كيدلي بها تؤخذ يعني بعين الاعتبار. الان بصدد دراسه هذا الملف ديالو من الناحيه القانونيه، وقلت اننا غادي نحاولوا يعني الاجراء الى جانب ديالهم طبيعي كيفعل قدر قصده وازره في الوقت، وكذلك قصده يعني ازاله الستار والحاجز على هذا المفادة، تأنه الضرر الحقيقه وترجع الحقوق الى اصحابها. يعني تنتمناو على انه هذه القضيه ديالو هذا اليوم قضيه راي عام، لان المغرب كله اصبح اليوم كيعرف القضيه ديالو الحاجه هذا وما تعرض له، فنتمنوا الانصاف ديالو وشكرا للسلطه.